أهلا بكم. لماذا بات العراق مثالا دوليا أبرز على التدهور البيئي والتلوث؟ وما أسباب الإهمال الحكومي في تخفيف الأعباء على البيئة في العراق التي يدفع ثمنها بالتأكيد العراقيون من صحتهم وصحة الأجيال القادمة؟ والعراق مهدد بمعدلات التلوث المرتفعة التي تركت آثارها الكارثية على انتشار العديد من الأمراض ومنها السرطانية القاتلة وتشوهات الخلقية، فضلا عن الأمراض التنفسية من جراء مخلفات الحروب والتلوث الناجم عن حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط. الأخطر من ذلك ما كشفته دراسة نشرتها دورية Radiation Physics and Chemistry عن استمرار وجود ما وصفته بصمة نووية في دماء العراقيين المصابين بالأمراض السرطانية من جراء التلوث الناجم عن استخدام قوات الاحتلال الأمريكي اليورانيوم المنضب في البلاد، لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على أخطار التلوث المحدقة بالعراق وأسبابه وتداعياته. سيكون معنا كل من الدكتور وليد بريسم الطبيب العراقي ضيفي عبر سكايب، وأيضا الدكتور إبراهيم سليمان الطبيب العراقي ضيفي عبر الهاتف. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ بالحوار نتابع هذا التقرير. تحذيرات متواترة من خبراء ومعاهد متخصصة بشؤون البيئة من زيادة نسب التلوث في العراق، حيث حل العراق في المركز الثاني في قائمة أعلى دول العالم تلوثا لعام 2023 وفق دراسة أعدتها شركة AQR السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء. وبينما تتضافر العديد من العوامل على زيادة معدلات تلوث الهواء والماء والتربة في العراق، توجه مراصد بيئية سهم النقد للحكومات المتعاقبة بسبب تقاعسها عن الإيفاء بوعودها للحد من معدلات التلوث البيئي المتزايدة. المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان كشف أن العراق يقع في المنطقة الثالثة لتركيز ثاني أكسيد الكربون بزيادة 7 أضعاف خلال 3 سنوات وبزيادة سنوية تقدر بنحو 5%، مشيرا إلى أن العراق يحل في المرتبة الخامسة في أكثر الدول تلوثا بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ومؤشرات الاحتباس الحراري. قطاعات النفط والكهرباء والنقل تمثل أهم المصادر لارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق، بينما تقول وزارة البيئة إن هناك مخاطر أخرى تؤثر على نوعية الهواء تتمثل في الحرق المفتوح للنفايات، وهو ما عانت منه بغداد خلال الأسابيع الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة تلوث الهواء في العراق تجاوزت المعدل المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية ب6 أضعاف. معدلات التلوث المرتفعة تركت آثارها الكارثية على انتشار العديد من الأمراض وفي مقدمتها الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية، فضلا عن الأمراض التنفسية جراء مخلفات الحروب والتلوث الناجم عن حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط. الأخطر من ذلك ما كشفته دراسة نشرتها دورية Radiation Physics and Chemistry عن استمرار وجود ما وصفته ببصمة نووية في دماء العراقيين المصابين بالأمراض السرطانية من جراء التلوث الناجم عن استخدام قوات الاحتلال الأمريكي لليورانيوم المنضب في البلاد. أزمة التلوث في العراق تضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات، حيث بات البلد يجسد المثال الدولي الأبرز على التدهور البيئي والفشل الحكومي في تخفيف الأعباء على العراقيين وهم يواجهون أزمة وجودية متعلقة بالعيش في بلدهم منذ أكثر من عقدين. بداية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الدكتور وليد بريسم الطبيب العراقي ضيفي عبر سكايب. دكتور وليد مرحبا بك. حياك الله أستاذ العزيز. وأيضا أرحب بدكتور إبراهيم سليمان الطبيب العراقي ضيفي عبر الهاتف. دكتور إبراهيم مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن أبدأ معك دكتور وليد بريسم الطبيب العراقي. عندما نتحدث عن يعني التلوث ومخاطر التلوث في العالم، نجد أن العراق بحسب التقارير الدولية وتقارير الأمم المتحدة تتحدث عن أنه يعد المثال الأبرز للتدهور البيئي والمثال الأبرز لزيادة معدلات التلوث. بداية
قبل أن ندخل إلى أسباب هذا التلوث في العراق لنتعرف على مفهوم التلوث، تفضل دكتور. يعني حقيقة أولا تحية لك ولمستمعيك ولضيفك الكريم وللكادر القناة. طبعا هو مفهوم التلوث، هو عندنا عدة أنواع من التلوث وعدة مصادر من التلوث. هو التدخل الإنساني، خلينا نسميه يعني بهذه الحالة، يعني عفوا قصدي أنه الحالة انعدام التوازن البيئي بما يؤثر على صحة الإنسان. يعني عندنا أنواع كثيرة من التلوث، مثلا عندنا التلوث المائي، عندنا التلوث الهوائي، عندنا حتى التلوث السمعي، عندنا التلوث يعني عدة، ومن كل نوع من أنواع التلوث، من كل مصدر من هذه المصادر تتنوع عدة أنواع لأسباب التلوث. فما يهمنا بالعراق احنا يعني المشكلة عندنا تتطبق كل أنواع التلوث في هذه الحالة، اللي بالنتيجة لما نتكلم عن التلوث نتكلم عن هذه التغيرات التي بالنتيجة ستشكل خطرا على الكائنات الحية، ومن ضمنها طبعا أساسا الإنسان. فالتلوث ليس فقط ما يصيب الإنسان، بل ما يصيب أيضا الكائنات الحية الأخرى كالحيوان والنبات. وفي حالة العراق بصراحة كل أنواع التلوث هي مطبقة في العراق، فهذا هو يعني بعض التبسيط، يعني حتى لا ندخل في متاهات علمية، بعض التبسيط بماذا يقصد بالتلوث، وهو انعدام التوازن البيئي بعدة عوامل وعن طريق عدة وسائط، كان يكون الماء، كان يكون الهواء، كان يكون حتى قلت لك مثلا التلوث السمعي بسبب الضوضاء المدنية أو كذا، هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع التلوث. البيئة طبعا، ابقى معي دكتور وليد، سوف أعود إليك مرة أخرى. البيئة مهمة جدا، وهي طبعا التدهور البيئي هو ما يخصنا في هذه الحلقة، وكثير من التقارير أشارت إلى موضوع التلوث البيئي ومخاطره في العراق. يكاد يكون العراق هو البلد رقم واحد في التلوث البيئي بحسب التقارير التي تتحدث عن، حتى يعني هناك بصمة نووية موجودة في دماء العراقيين نتيجة استخدام الولايات المتحدة اليورانيوم المنضب. هناك الكثير من الأمراض السرطانية الآن، وخاصة في محافظة البصرة، نتيجة الأدخنة، نتيجة استخراج النفط أو الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط. هناك الكثير من التقارير تتحدث عن ازدياد سرطان الثدي لدى النساء، الكثير من المخاطر المحدقة بالعراقيين نتيجة هذا التلوث البيئي. اسمح لي أن أرحب بالدكتور إبراهيم سليمان، الطبيب العراقي. دكتور إبراهيم، كيف تنظر إلى ازدياد معدلات التلوث والكثير من التقارير التي تحدثت عن مخاطره في العراق؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة الرافدين، وعلى زميلي من الدكتور الآخر، دكتور وليد بريسم، سيد العزيز. نعم. سيد العزيز البشرة طبعا وزير البيئة استقال بالعراق، نقطة راس سطر. من استقال خلي عليها 10 خطوط من أسفلها، يعني أكو إيرور، أكو خلل كبير تهمت عليها بالبيئة بالعراق. نعم. هذه واحدة. أنا ابن بغداد وابن العراق، تدري أكو 3 ملايين سيارة في بغداد فقط؟ نعم. تدري 40% من السيارات متهالكة، الإكزوز مالتها هذا نسبة عالية من الرصاص. نعم بالضبط. نعم. زين، هذا بوليسي، هاي حرق النفايات الأوبن مفتوحة، حرق نفايات مو مغلقة مفتوحة، كلها تلوث. أنت تدري عندنا 37,000 مولدة تشتغل بالديزل، مولدة كهرباء، فهمت علي؟ هاي المولدات الآلية اللي تشرف عليها المافيات العراقية. سيدي العزيز، ترى التلوث مو جديد من الاحتلال لهسه. انت تدري من فاتوا قوات الاحتلال والدنيا بالطرق المبلطة وغير المبلطة، طرق متهالكة. يعني انت نعم البصرة بها حرق النفط المستخرج المترافق وياه كلها، بس انا هسه احكي لك العاصمه بغداد على الاقلها عن الان. احنا بكل شيء اول على الصف، بالعراق كل شيء اول على الصف، شوف بالتلوث اول على الصف، بالاعدامات اول على الصف،
بالقمع وبالإرهاب وبالدنيا أول على الصف. هذه مأساة، هذه مأساة. إحنا العراق من الدول، كل الدول العربية اللي ما تسلط عليه الأضواء، لأن أكو فساد، فساد كبير. هسه من تجون تقولوا لي الدولة، الدولة ما محترمة الشعب، شلون تكافح الجسمة تصلح البيئة مالته؟ هي شي وانتد، يعني دي وانتد، هم يريدون ذلك. سيدي العزيز، احنا هسه الاطباء، انا هسه كطبيب، هاي صار لي 44 سنه طبيب ادحك. هسه كل الكيسات، كل الحالات اللي دتجي كلها ايرور بالجهاز التنفسي. يعني هذا الجهاز التنفسي الانفكتد اسما، يعني الربو التحسسي، هاي الحرق النفايات، ويجون كلهم من نص الليل، نص الليل للمستشفيات. روح شوف ردهات الطوارئ بكل المستشفيات، هو حالات التنفس، ضيق التنفس وحالات. طبعا مو بس هاي، هسه مرات من يقولوا لي التلوث، انت تدري التدخين هذا الجقايد باكيت دخان يوصل للعراق زين بعشر سنتات. اكو اندفاع. للمعلومة الطبية ماكو سيطرة نوعية، كل شيء يطب للبلد، شو تريد يطب للبلد. فلي واحد يحكي لي احنا العراق مأساة، مأساة. شعب بسيط، حباب، طيب، دي 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 كل المواصفات بي افتهمت عليه، بس ما اجي حاكم شريف افتهمت عليه انتبه على متطلباته. نعم. طيب ابقى معي دكتور ابراهيم، سوف اعود اليك مره اخرى. دكتور وليد، يعني هناك 3 ملايين سياره، وهناك اجواء ملوثه في العراق، هناك سحابه سوداء على غرار ما موجود في مصر، وبالتاكيد العراق قد سبق مصر بشوط كبير فيما يخص موضوع التلوث، مع وجود يعني عوامل او مسببات التلوث بسبب الاحتلال. يعني مثلا هناك ممارسات كثيرة لا يلتزم فيها أو لا تلتزم فيها حكومات ما بعد الاحتلال، لا تلتزم بمقررات الأمم المتحدة. هناك ممارسات كثيرة مثل ما تفضلتم أنه الإنسان له اليد الطولة في عملية التلوث في البيئة، يعني مثلا طمر النفايات في التربة بدلا من إعادة تدويرها، مثلا وجود هذا الكم والعدد الهائل الهائل من السيارات وما يسببه عوادمها من تلوث بيئي في الجو. هناك الكثير من مولدات الكهرباء الموجودة المتحكمة بها الأحزاب بسبب الموارد الاقتصادية. يعني لماذا لا يلتزم العراق بمقررات الأمم المتحدة التي لطالما تتحدث منذ عام 1980 عن التنمية المستدامة وعن البيئة النظيفة؟ يعني اولا تحياتي الدكتور ابراهيم، يعني انا احس حرقه قلبه على الموضوع. نعم. وهو مثل ما تفضل. صحيح. يعني مشكله التلوث في العراق هي بدات، طبعا هي بدات سابقا. احنا عندنا مثلا، يعني انا ابن البصره، وعندنا بدات اساسا بعد بدء الاتراك، مو الاتراك قصدي، يعني بعد ان تركيا والعراق بداوا يتفقون على مسألة المياه، ف يعني وما وبعدين صارت الحرب، حرب الخليج. المشكلة ضعفت يعني نسب تزويد المياه للعراق، والعراق بسبب الحصار والحروب ما قدر يسوي هذا التعويض اللي كان المفروض متفق عليه، بحيث انه العراق يحاول يرشد المياه. بدت عندنا تلوث المياه من 89. نعم. اجى الاحتلال، او قصدي اجى غزة، يعني ضربت الضربة الأولى، حرب الخليج الأولى، وحتى صارت هنالك يعني سيندروم جولف فور سيندروم يسموها، يعني ظاهرة حرب الخليج. هذه تأثروا بها حتى 100,000 جندي أمريكي وعسكري. يعني تخيل أنت شنو اللي دبوه على العراق، بحيث حتى جنودهم تضرروا بهذا. وكان الله يرحمه أستاذنا الدكتور جواد علي، الدكتور جواد العلي في البصرة، الله يرحمه، أنه أثر المكتبة العراقية بكثير من، والمكتبة العالمية بكثير من البحوث عن تزايد السرطانات. المشكلة ليست فقط السرطانات، وإنما التشوهات الولادية. هذه احنا نتكلم عن قبل زلزال الاحتلال الأخير. إجا زلزال الاحتلال الأخير، هذه الحكومات عبارة عن حكومات أدت أولا إلى تجهيل المجتمع، الفساد، مثل ما تفضل دكتور إبراهيم، كارثة المولدات،
إضافة إلى أنه أنت أصلا العراق عندك هذا يعني الأجواء ما تم لحد الآن جهد حقيقي لتنظيف مخلفات الحروب اللي صارت هذه، واليورانيوم المنظف اللي انضرب على العراق هذه لحد الآن لم. إضافة إلى الاكتظاظ والانفجار السكاني في العراق، قلة الخدمات، هذا يؤدي إلى شنو؟ أي لديها يعني أنا أمس يعني شوي استرسلت بأخذ بعض الداتا، بعض يعني بعض الأرقام عن مثلا بغداد، لقيت كارثة. يعني الصرف الصحي، معالجات الصرف الصحي تقل تقريبا عن 40% عما يحتاجه بغداد أساسا. زين، هذه أيضا كارثة تلوثية. يعني احنا جعلنا من الماء كل شيء حي، إذا ماءك ملوث أنت فكيف بعد، فكيف حال الهواء؟ تفضل الدكتور قضية العوادم، عوادم السيارات. يعني احنا هنا في أوروبا ماكو دولة أوروبية حاليا تستخدم بنزين فيه رصاص، كل البنزين هنا معدوم الرصاص، لكن في العراق على أفا من يشيل على قوة إخواننا المصريين. فلذلك أنت ما عندك يعني لا عندك حكومة رشيدة بحيث أنه تضع خطط حقيقية لإنقاذ البيئة العراقية. عندك أنت عقود يعني وتراخيص لشركات نفط كل من هب ودب، الصيني والكوري والإنجليزي والبريطاني، بدون شروط صارمة لمنع هذه اللي يسمونه فلير غاز، هذا الغاز المصاحب، هذا الكارثة البيئية الموجودة في البصرة حاليا. يعني أنت أو حتى في مناطق أخرى، في ديالة، في البصرة، في كثير، لأنه هذا ما يجي بس على البصرة، يجي على كل الأماكن. يعني هذا الغاز المصاحب هذا، تدري هذا كارثة، يعني أم الكوارث أنا أحب أسميها. لأنه أنت يعني هاي اللي يسموها الدوم أو القبة التلوثية تشوفها أنت، يعني من تجي من البصرة تجي لبغداد تجي لأي مكان تشوف قبة تلوثية. فقلت لك أخي العزيز، يعني المشكلة هي بصراحة ما نقدر نوجزها إحنا في هذا البرنامج، لأن العراق يعني في مو ليس مقبل، وإنما في داخل كارثة بيئية متعددة الأسلحة، ولا يوجد حكومة يعني فعلا تملأ يعني تلبي تطلبات الشعب وتطلعاته، وحتى تنتبه إلى مسألة الحلول الناجعة لإنقاذ البيئة العراقية من هذه الكوارث. دكتور، يعني من وجهة نظرك يعني بالتأكيد أن البيئة إذا تلوثت، الهواء إذا تلوث، هذا الأمر سوف لا يخلص منه الدول المجاورة. الدول المجاورة العراق، هل في مأمن عن هذا التلوث البيئي فيما يخص موضوع الغاز المصاحب؟ أبدا، ولا حتى العالم. يعني أنت شوف يعني كل الخطط الموجودة في الأمم المتحدة تتحدث عن الدول ذات أكثر الدول في العالم ذات الغازات الدفيئة يسموها. لأنه أي دولة في العالم تطلق غازات هي ما راح تأثر بس على الإقليم ولا بس على الدولة، تأثر على العالم كله. طبعا الدول الإقليمية أصلا من المتضررين، أيضا يتضررون مثل ما يتضرر العراق. نعم، بكل النواحي. وبالتأكيد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والصين أيضا تعتبران دولتين يعني تؤثران تأثيرا سلبيا على البيئة نتيجة المعامل والمصانع وهذا النمو الاقتصادي الذي له ضريبته الكبيرة على الإنسانية في العالم، وهذا ما تحدثت به الكثير من التقارير الدولية. ابقى معي دكتور وليد، سوف أعود إليك. دكتور إبراهيم، كيف يؤثر التلوث على صحة الإنسان يعني من خلال اختصاصكم؟ ازدياد معدلات السرطان، يعني التلف الرئوي، الكثير من الأمراض التي كان سببها المباشر هو التلوث. أستاذ العزيز، هسه الريبورتات اللي موجودة عندنا، أنا في بغداد، أنا بالنسبة لي محافظات تسمع من بعض الأطباء من يصير مناقشات بيناتنا ديسكشن. الآن أغلب الكيسات 40 و45 و50، صار معدل عمر الإنسان العراقي 40 45، كله موت. وحتى مرات هسه بالطب بعض الأطباء يدز للطب العدلي، يطب شو يكتبون؟ وضمة الرئة الحادة، وضمة الرئة المزمنة. يعني إذا أكو تلوث بالرئة، أكو تلوث بالرئة. إحنا المآسي مالتنا، شوف ارجع لميزانية العراق،
إيش قد الدولة مخصصة لوزارة البيئة اللي وزيرها استقال؟ يعني مخصصات حسينية وجامع أكثر من مخصصات البيئة لدولة العراق. شوف هاي المعاصي، هاي المعاصي. أنت تدري وزارة الصناعة بدون مصانع، ما عندنا مصانع تشتغل، أتحداهم. بس إذا يسوون هسه أكو مصانع الليجر، يعني غير شرعية أهلية، فهمت علي؟ نعم. هذه تلوث الدنيا، ومصانع ما تدري شنو هي، سلاح كيميائي شو اسمه، هذه شو يسموها مال الحشيشه والكريستال والسخام والعدل العزانه، لك هاي شنو هاي على الله؟ يعني الشيء اللي دي يصير بينا احنا الاطباء بدينا، تدري انت هسه اعطيك مو بس البيئه وما بيئه، تدري شركات الادويه المعتبره غادرت العراق؟ يعني أنا ما أدري، رئيس وزراء افتتح معمل أعرفاني بابو غريب بابو مني صغير، افتهمت علي؟ لإنتاج المضادات الحيوية يبع مشيان لأن اكتفاء الذاتي. أخي أدويتنا ما تشتغل، أسخامنا ما يشتغل، هذا المواطن بس يبدأ فاتح حلقة المقروض ما يجي تسوي. فسيد العزيز وسائل التلتمة البيئة مالتنا ملوثة أول عصف بيرت. يعني انا هسه دائما اقول هسه اخذ شوف هسه من تقول لي امريكا والصين والدنيا كلهم متواطئين بذبحنا مثل ما تواطئوا بذبح غزه واهل غزه، افتهمت علي؟ متواطئين بذبح العراق واهل العراق. يعني نعم، هو تقريبا يعني ما حدث في العراق منذ عام 2003. دكتور ابراهيم ابقى معي لو سمحت. دكتور وليد بالعوده اليكم، ما حدث في العراق ربما يعادل بحسب ما يرى الكثير من المحللين والأطباء والمراقبين والمختصين بشؤون البيئة، ما جرى في العراق بعد احتلاله يعادل العشرات من قنابل هيروشيما وناكازاكي، لما أحدثه اليورانيوم، لما أحدثه القصف الأمريكي، لما أحدثه ممارسات الحكومات التي يعني نصبها الاحتلال في العراق من يعني إهمال لموضوع البيئة وصحة الإنسان، يعادل العشرات بل المئات بل الآلاف ربما من هذه القنابل. يعني من وجهة نظرك، هل هو إهمال حكومي أم تعمد بالإهمال؟ لا، هو تقريبا إذا نجي على المصطلحات هو الإهمال والتعمد تقريبا يكاد يكونان مترادفان. يعني مثل ما تفضل دكتور إبراهيم، هم يصرفونهم على بناء حسينية أو مسجد آلاف، يمكن أضعاف ما يصرفونه على أي مشروع لإنقاذ البيئة. وأنا هذه عندي أصدقاء، يعني عندي صديق دكتور هندريم من الإقليم، يعني هو ناشط في هذا المجال من إقليم كردستان، ويعني سولف يعني حتى هم مثلا في جانب الثقافة البيئية، يعني تشوف الناس حتى تصرف من يجوبها من أجل طبع كتب، والحكومة ما تصرف لهم. يعني شوف إذا كانت الحكومة تريد إثبات أنها يعني مثقفة بيئيا وتريد فعلا أنها أن يعني يكون لها بصمات إيجابية على البيئة، فلتعالج موضوع الغاز المصاحب، فلتعالج موضوع السيارات وكثرة الكم في السيارات داخل البيئة، فلتعالج موضوع ردم النفايات في التاجي بالتراب بدل من إعادة تدويرها. هناك دول يعني تستورد هذه النفايات لإعادة التدوير، وهناك مردودات اقتصادية عظيمة تأتي للعراق من ورائها. يعني ذكرتم موضوع مهم ونقطة مهمة، يعني فقط حتى لا ننساها دكتور، يعني التثقيف للبيئة النظيفة، التثقيف للبيئة النظيفة، هل تتعمد الحكومة على جعل الجهل يسود في العراق فيما يخص موضوع التلوث البيئي؟ والله استاذي العزيز انا اكاد اقول تقريبا هاي المنظومه الحاكمه في العراق يبدو ان لديها هدف واحد، وهو تجهيل المجتمع العراقي في كل مجالات ومن ضمنها المجال البيئي. يعني جاي اقول لك انا في تجربه شخصيه مع احد الاخوه الناشطين، ويعني اللي يعني مثل ما تقول يعني ناذر حياته للتثقيف البيئي، ويلقى محاربه وليس فقط عدم تشجيع. يعني انعدام الثقافه في المجتمع العراقي واحد من أهم أسباب التلوث البيئي صراحة. يعني أنت ترى التلوث هو عناصر خارجية وعناصر ذاتية، يعني المجتمع
هو أصلا أحد أسلحة التلوث البيئي، أحد الأسلحة المهمة لإنتاج التلوث البيئي، لأن إذا انعدمت الثقافة تنعدم حالات المحافظة على البيئة. زين أنت في كل يعني يجي المواطن لا ثقافة بيئية، بعدين انفجار سكاني، يعني حتى مسألة الخلفة بالعراق، يعني كل سنة 1,300,000 نسمة يزيد العراق، يعني هاي كارثة بيئية بحد ذاتها، لأنه أنت ما عندك في نفس الوقت بنى تحتية تتناسب مع هذا الانفجار السكاني، حتى مثلا عمليات صرف الصحي توازن عمليات صرف الصحي، عمليات النفايات، إلقاء النفايات، يعني أنت من وين الثقافة عندنا بالعراق بإلقاء النفايات بالمكان المناسب؟ يعني هذه كلها المفروض أن تكون حكومة قاعدة حطت لها جهاز مثل ما يقولون، يعني جهاز بيئي رصين ترصد إلى الأموال الحقيقية، وليس مثل ما تفضل دكتور إبراهيم، مش قدر، يعني أنا سمعت أرقام مهولة، يعني أرقام يعني قصدي مخزية من نسبة تخصيص لوزارة البيئة، يعني أرقام قليلة جدا ما تناسب يمكن بناء مول من مولات هذول الفاسدين في العراق. أوكي، فلذلك يعني هي المسألة صراحة يعني متعددة الجوانب. هذه الحكومة يعني موغلة في تجهيل المجتمع، ومن ضمن التجهيل والتجهيل البيئي، ولذلك فأنت عندك يعني أولا عندك يعني عملية مؤامرة عالمية، وهو العراق عبارة عن بركة نفط نستخرج منها النفط، ننقل النفايات على أهله، ويصيبهم ما يصيب فليذهبوا إلى الجحيم. حكومة ما لها علاقة بالشعب، هي في وادي والشعب في وادي، المهم أكو حيتان فساد يبقون محميين. ومثل ما تفضل دكتور، مثل بسيط، هاي المولدات، يعني مو عيب على العراق لحد الآن يستخدمون مولدات وذات عوادم كارثية، يعني هاي الإكزوزات، هاي المولدات، هاي هم كارثة جديدة أضيفت على الكوارث الموجودة على العراق. فأخي العزيز، هي يعني العملية قلت لك إنه كأنه عدة جبهات مفتوحة على الشعب العراقي وعلى البيئة العراقية من عدة جوانب، ولا يوجد أي نية صادقة في تحسين هذا الوضع، لا نية بالتثقيف. هسه لو تدعون بالتثقيف، يعني على الأقل عملية تثقيف المجتمع حتى تقلل، أنت إذا ثقفت المجتمع ترى قللت جزء كبير من التلوث، لكن إن أنت المجتمع لا عنده بنى تحتية تساعده على أن يستجيب للتثقيف، ولا أكو حملات تثقيف حقيقية، ولا حتى الناس اللي عندها جهود من أجل التثقيف يتم تشجيعها، ولا أكو منظمات، يعني أنت تشوف الاهتمام بأشياء أخرى تماماً، وكأن البيئة ليست بأهمية الغذاء والدواء، بالعكس هي أنت يعني خير الوقاية خير من العلاج. زين أنت مثل ما تفضل الدكتور، شوف هاي عمليات الوفاة يعني أنا يومي أسمع صديق متوفي صراحة، أصدقاء بأعمار الخمسينات، أعمار يعني ما حتى ما وصل للستينات، هذه الفجأة موت الفجأة، شنو هذا؟ كله بسبب تلوث أخي، كله بسبب يعني سبب الـ 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 يعني اما مو سبب السرطانات، وانما سبب التجلطات اللي تحدث بسبب التلوث، انعدام الاكسجين بصوره، فينتج الدم، ينتج كريات اكثر، فيساعد على لزوجة الدم، وتساعد على 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 الخطره والجلطه. فلذلك انت تشوف موت الفجأة اصبح شيء طبيعي في العراق، بس ما حد يسأل ليش. هو التلوث، هو التلوث، يعني انت عندك عدو قاعد يقتل بأبناء شعبك الشباب يوم بعد يوم، وانت كل ما تسوي له؟ هذا باختصار هو الواقع العراقي. سبحان الله. دكتور إبراهيم، بالعودة إليكم مرة أخرى، يعني الكثير من التقارير تحدثت عن وجود مخاطر كبيرة تهدد العراقيين فيما يتعلق بالبصمة يعني السرطانية في الرئة. ما طبيعة هذه البصمة التي يسميها بعض المختصين بالبصمة النووية؟ هو هذا الحكي صحيح مال البصمة النووية والبصمة الوراثية و و و و هذا موجود موجود، بس احنا البصمة النووية هذه جت من اليورانيوم المخصب، المحافظتين تأذت من عدها، البصرة تأذت من عدها من دخول قوات العدو من الكويت للعراق، والفلوجة والأنبار، تفتهم عليه؟ هسه التشوهات الخلقية بالولادات افتهمت عليه نتيجي. شوف حكى الدكتور هسه حكاية حلوة لقفتها، افتهمت عليه. انت تدري هذا فرط الحركة توحد، انا طبيب خريج 79،
ما كان عندنا 79 80 90 95 لل 2000 ما عندنا توحد. وانا الاحتلال صار التوحد. ماكو دراسات شوف الاطباء شوي اللي بخير والدنيا اللي قدر يلقف نفسه طار نزل، لان ماكو يشتغل عمليه يجون اربعه، جيب عمامك جيب خوالك للشيوخ يجون يذبحون الطبيب وينهزم. الاطباء حتى اللي يفكر ما خلوا طبيب يفكر، ما خلوا يفكر. انت تدري المستشفيات الحكوميه عباره عن مسالخ، عن مسالخ للبشر. هسه كلها مستشفيات اهليه، من المستشفى الاهلي؟ المستشفى الاهلي دول المافيات يجيب له طبيبين ثلاثه اربعه يشتغلون بالمستشفى بس بيها فندقه، شلون الاردن شلون تركيا كذا، فندقه اكثر من العلم، مو علم بس فندقه. تولد ولاده فتح بطن ودنيه ودول الكيسات السمبل يشتغلوها ملايين ويطلعون. فسيدي العزيز البصمه النوويه نعم. هسه احنا ايش ماخذين بالطب؟ ماخذين وراثه، عندكم احد بالعائله عنده سرطان؟ نعم، اذا وراثي بوزيتيف. يابا مو وراثي، يعني مو كانوا قبل ابهاتنا 100 سنه و110 سنه كل شيء هذا، بس ما كان لا يورانيوم ولا استخراج نفط بهالكميات 12 مليون. هذول يكابرون، والله احنا انتجنا 20 مليون، 20 مليون برميل يوميا ديلي. هذه المآسي. سيدي شوف ضحك علي، العراق اقرا عليه السلام. إذا استمروا هذول اللي حكام الذلة والانبطاح والدنيا من 20 سنة، هسه شوف ضحك عليه، أنت الدكتور ده يحكي لك بنى تحتية، أنت قضاء أبو غريب، هذا قضاء أبو غريب، هسه سوى مجمعات سكنية عمودية بالآلاف، تدري أبو غريب هي ما بيها صرف صحي؟ يا أبا هذا المجمع، قلت له هذا اللي يشرب 20 دفتر و30 دفتر شقة، قلت له وليدي هذا عندكم صرف صحي؟ قال لا دكتور، قلت له لا شلون؟ وين يروحون دول باكر من يقعدون جدمه؟ وين صرف صحي؟ ماكو. انت تدري المدارس تقول لي بيئه، هسا تقول ثقافه، وينك ثقافه؟ يعني رحت انا زرت المدارس، انا ابراهيم مو غيري، زرت المدارس الحمامات كلها طايفه لهنا، كل الاولاد الاطفال ماذا السادس ابتدائي والاول متوسط وهذه ما يقدر يبول لان الحمام مليان، يضطر وين يظل محصور حتى يرجع للبيت. لا اخوان ترى احنا دا نذبح الشعب العراقي ده يذبح ومكيف عليه، هذول اللي شايلين السلاح ويضربون طلقات بالهذا، فاز فلان وخسر فلان وجابوا فلان تزوج اضربوا له طلقات، هذول مكيفين على ذبح الشعب العراقي، يتلذذون بعذاب العراقيين. اذا دكتور ابقى معي لو سمحت. بالعوده اليك مره اخرى دكتور وليد، الكثير من التخصيصات تخصص ل الإفادات ويعني إلى يعني مؤتمرات الأمم المتحدة، يا ترى هل يشكو العراق من لا نقول قلة التخصيصات، هناك ميزانيات مليارية، هناك يعني ملايين براميل النفط يبيعها العراق، وبالتالي هناك المليارات من الدولارات من المفترض أن تكون مرصودة لأجل منفعة العراقيين على اعتبار أنه مال الشعب للشعب، ولكن كيف أثر الفساد والنهب والسلب للمال العام من قبل الحكومات ومن قبل السياسيين في العراق، كيف أثر على التدهور البيئي التي من المفترض أن يكون هناك بصمة إيجابية لهذه الإفادات وهذه الدراسات العليا خارج العراق وهذه الشهادات التي لا نعلم هل هي مزورة هل هي مشترات؟ يعني من المفترض أن يكون هناك يعني بصمة إيجابية من خلال وجود مناهج تعليمية تحث على كيفية يعني الاستخدام الأمثل للمياه، كيفية يعني الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة، يعني كل هذه غير موجودة في العراق، فكيف أثر الفساد المالي والإداري لنظام المحاصصة في التدهور البيئي على هذا النحو الذي قتل ولا زال يقتل بالعراقيين؟ يعني استاذي العزيز، هو المشكله احنا عندنا دوله ناقصه السياده. نعم. خلينا نكون واقعيين. نعم. دولتنا ناقصه السياده، لذلك يتم التلاعب بها كما تشاء القوى المتحكمه فيها. هذه اولا، يعني فانت لما تكون عندك دوله ناقصه السياده راح يكون الشعب في آخر أولويات هذه أو ما يسمى الدولة، لأنه يعني إحنا
ما وصلنا الى مرحله الدوله، احنا بعدنا في حاله يعني ما اقدر اشبهها في بصراحه بمصطلح سياسي معين. لذلك انت انعدام السياده في داخل الدوله بسبب تقاسم الاطراف الداخليه الموجوده المتنفذه، يعني الاطراف المتحكمه بالمشهد السياسي، تقاسم النفوذ، تقاسم المغانم، تقاسم التطلعات، تقاسم الاطماع، ادى الى انعدام اي مشروع حقيقي من اجل انقاذ الشعب بيئيا، لانه المشاريع الاخرى ايضا معدمه، يعني مشاريع البنى التحتيه تكاد تكون معدمه، مشاريع التنميه، يعني انت البيئه جزء من التنميه. زين انت وينها مشاريع التنميه في العراق؟ فانت عندك دوله مشوهه التكوين، دوله لا تزال مشوهه التكوين، ناقصه السياده. ليش انا اكرر على كلمه ناقصه السياده؟ لانه انت حتى يعني عمليه انه اذا تريد توضع حلول ناجعه للازمه البيئيه في العراق، مثلا نقص المياه في العراق، لو كانت لديك دوله كامله السياده على الاقل تقدر تتفاوض مع الاطراف الاقليميه لزياده مثلا نسبه تجهيز العراق بالمياه، مو هذا جزء ايضا مهم من التلوث اللي يحصل بالعراق. يعني البصره شفتوها بالعشر سنوات الاخيره الكوارث اللي صارت بسبب ملوحه المياه. نعم صح. الكارثيه صح ولا؟ فهذه جزء ايضا من سياده الدوله. لما تكون الدوله ناقصه السياده تنعدم مثلا تنعدم مشاريع المشاريع خلينا نقول تكتيف او اسناد المشاريع البيئيه في داخل العراق، واهم شيء هو مشروع المياه. زين عندك انت ناس طارئين، يعني صراحه انا ما اقدر اسميهم غير انه ناس طارئين، لانه هذول تشوفها هي كلها احزاب، كلها يعني كل من يريد حصته. فمساله الافادات هي شنو الافادات؟ هذا منفذ من منافذ الفساد في العراق الافادات. انت تعتقد انه هذه الافادات هي فعلا لمصلحه العراق ولانتاج ناس خبراء حقيقيين؟ ابدا، هذا جزء من المغانم، جزء من تبادل المنفعه بين فلان، يعني مبدا في العراق شيلني واشيلك، ادس صاحبك افاد ادس صاحبي افاد، والا القضيه ترى لا تتعدى هذا الشيء، لانه لا يوجد فعلا مشروع حقيقي لاداره الدوله اداره صحيحه. احنا لما نتكلم عن ميزانيات انفجاريه ما يخالف، يعني مو عندنا المثل يعني الايه القرانيه تقول ولا تاتوا السفهاء اموالكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فانت مساله الاموال هي بيد من هي الاموال حتى يتم ادارتها بصوره صحيحه؟ سفهاء ولكن فاسدين. فاسدين يعني مو السفهاء وليس فقط سفيه. انا اعتقد دكتور. حسب وجهه نظري انه السفهاء ايضا يعني تحتوي كلمه الفاسدين ايضا. نعم. يعني هذه هي المساله، المساله انه انت ليس لديك ناس وطنيين حقيقيين على قدر وقدر المسؤوليه بحق ان يديروا اموال العراق ومشاريع العراق من اجل انتاج مجتمع صحي وبيئه صحيه، مجتمع صحيح، مجتمع ينعم بثروات العراق وخيراته. نعم دكتور. شكرا لك دكتور إبراهيم. بالعودة إليكم، يعني إدارة الدولة في العراق تدار من قبل، يعني البعض يصف ذلك بأنه تدار من قبل أحزاب ومافيات وعصابات همها الوحيد هو الاستحواذ على الأموال من أجل بسط النفوذ لجهات أخرى مرتبطة بدولة إقليمية. بالتحديد هنا يصفون بشكل مباشر هذه الدولة هي إيران بالتحديد. المخدرات ونشر المخدرات أثرت بشكل كبير على صحة الإنسان العراقي وتهدد الأجيال القادمة، وهناك يعني مئات الآلاف ربما تصل يعني هذه الأرقام إلى معدلات أعلى بحسب خبراء في المجال الطبي يموتون بسبب هذه المخدرات وتستهدف فئة الشباب. هنا عندما نتحدث عن التلوث أيضا لابد أن لا نغض الطرف عن موضوع المخدرات. إدارة الدولة في العراق تقوم على أساس المصلحة الحزبية، المصلحة الخاصة فيما لصالح الأحزاب في العراق ولجهات إقليمية معروفة. كيف أثرت المخدرات على في موضوع استهداف الشباب العراقي الذي لطالما يرنو ويهدف لأن يعيش حياة كريمة حاله كحال باقي دول المنطقة ولا سيما العراق بلد نفطي
وغني. سيد العزيز المخدرات هسه الناس تحكي عن المخدرات، بس احنا اللي نشوفه هسه يوميا القتول، يجي واحد يقتل ابوه، يجي واحد يقتل زوجته واطفاله، يجي واحد يقتل امه وعائلته كليتها، هذا كله مال الادكت، مال المخدرات. احنا الجريمه، ترى الجريمه مصيبه، الزنا بالمحارب مصيبه، حالات الطلاق الديفورت هاي يوميا قضاة، اول البارحه كانوا قاعدين انا يمي 7 قضاة وكلهم قضاة شرعيه، فهمت علي؟ يحشوني شغلات تشيب منها الراس. انت سامع المقدم والمؤخر مال الزوجه 1,000,000,000 دينار، يعني ما يعادل 1,000,000 دولار، خشني هاي زين. هاي الارقام الفلكيه بدها تسوي. احنا المخدرات هسه شجيك، مو احنا مرات يقول فظيع الجهل ما يجري والافظع منه ان تدري، وهل تدرين يا بغداد من المستعمر السري؟ الله. يجيب لك شكليته، يجيب لك كذا، يجيب لك كذا، افتهمت علي ذي تركيا، وشويه شويه سبون فيدينج. يعني انا ذاك اليوم مفتش جاء علي للعياده يسلم، قالوا لك ابراهيم، قلت له شكو يا الله، قالوا لك فضيحه، قلت له، يقول فوت الدا فتش وحصف، لقيت المعلمات وحده تحب اللخده، حف زين. هذه شلون المعلمه وهي الطالبه تقول ها ادب ست؟ لك شنو مستوى تعليم حجي؟ للامانه يظهر اكو خلل حتى بجوامعنا هسه بالجامعه، ولا مو مدارس الجامعه والحسينيات والدنيا، مو مدارس المفروض تصير؟ ماكو هيك شيء. يعني تدري احنا هسه نروح نصلي نريد واحد يجيب طاري اللهم انصر امه محمد، اللهم فك اسر امه محمد، اهل غزه ما حد يجيب طاريها؟ لك شنو هاي ده يصير بالبلد؟ اذا الكرسي هسه من تقول لي الفساد وما فساد كلهم فاسدين. شوف نبي الله موسى، مو الله ناقشه، قال له هاي العصال بيدك شنو؟ قال له توكلوا عليها وهشوا بها على غنمي ولي مآرب أخرى. ذولا كله احنا عندنا بالطب النفسي، الدكتور يمكن يساعدني، من يبحث عن السلطة 3، فاشل علميا، فاشل اجتماعيا، يريد يستغل الكرسي لمآرب أخرى. طيب هنا سؤال يتبادر إلى ذهن يعني بعض العراقيين دكتور إبراهيم، في يعني يعني متصل بما ذكرته، هل المشكلة أو الخلل في المنظومة المجتمعية؟ يعني عندما ننظر إلى عراق السبعينات، عراق الستينات، عراق الثمانينات، وننظر إلى عراق ما بعد 2003، هل المشكلة في السوشيال ميديا، في مواقع التواصل الاجتماعي؟ طيب ما موجودة هذه مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، موجودة في أمريكا، موجودة في كندا، لماذا العراق فقط هنا يعني يتهم فيه دائما أصابع الاتهام إلى الحكومة؟ يعني المواطن يرمي النفايات في الشارع ويقول الحكومة عليها أن تقوم بتخصيص الرواتب لعمال النظافة لكي يرفعوها، عمليات الردم للنفايات في الأرض، رمي مخلفات المستشفيات في نهر دجلة، هل الحكومة من تقوم برمي هذه النفايات في نهر دجلة أم المواطن؟ يعني أليس الخلل في المنظومة المجتمعية ومنظومة الأسرة تحديدا؟ سيد العزيز شوف الإدارة فن. يعني هسه أنا من أجي أفتر بالمستشفى وأشوف وعاقب هذا ملابس صدرية ما مسوي كذا، افتهمت على إيش راح يصير بي؟ راح يلبس مرة ثانية يلبس. أنت من الدولة أو السلطة التنفيذية تغض الطرف عن سلوكية أو ممارسة هذا المجتمع، تمام ولا لا؟ إحنا شوف بثورة تشرين من ساحة التحرير والناصرية والدنيا اشتعل الشارع كليته، كل استخدموا كل الظلمة والدنيا في قمعنا، في قمع الناس، ناس بسطاء هسه طلعوهم ولد السفارات ولد المدري شنو ولد، يعني رادوا تغيير بس انقمعوا. شو هم؟ شفت لك واحد شايل بندقيه؟ هم البندقيات والدنيا وهاي الدخانيات فانت نعم قد يكون المجتمع 10% 20%، بس السلطه هسه انت من تجي تحكي لي السلطات الستين والسبعينات افتهمت عليه والخمسينات ما كانت هيك، ما كان هيك. هسه هنا كلهم بس قمع، اسكت
تريد تحكي لك حكايتين ثلاثه افتهمت عليك تنضرب على حلقك. هسه قاموا يدزوا لك واحد لو عبوة لاصقه لو بسيارتك لو يعني اكو افلام يوميا تدور يعني بس وحده تطلع تحكي المحافظ هيجي مال بغداد ثاني يوم تحكي. فسيدي العزيز المجتمع نعم يتحمل بس اذا كانت سلطة تنفيذية قوية وتعاقب. شوف هسه انت والله مو انت مو انت تضحك الناس ابو هذا شو اسمه الرقابة المالية شو يسمون هذا يعني عاقبوه فصلوه هسه رئيس الوزراء عين مستشار له شنو هذا حنوني الله يعني انت مدد تجيب الفاسد افتهمت عليه الدينار ترجع ارباع والرباع ترجع تجمعها ترجعها دينار هذا الشيء اللي يصير عندنا حبيبي ترى كله فازة. شوف مستشفى الفلوجة فلان عشيرة ماخذ مستشفى الرمادي ودائرة الصحة يقول له انت ما تفيدنا مدير لان انت ما هذا لان احنا مشتريها 100 دفتر مشترين دائرة الصحة 100 دفتر يعني بما معناه بوق من اكل المرضى بوق من اكل شو اسمه الاطباء والهذي ونطينا حجي ترى كلها فازة مو بدي اقول لك كلها فازة يعني ما ادري انا الشيء اللي دي يصير يعني هسه الناس شوف هسه احنا الستريس اللي كتلنا قبل احنا بالاطباء الضغط والسكر والتدخين والشرب والسمنه عوامل مؤهبه للجلطه والالهه هسه اللغط كلها الستريس ستريس انت شوف شيء وما تقدر تسمه يعني هسه انت مش تقول لي مال البيئه مدينه الطب مدينه الطب الخدمه المدير العام ده يحكي على هذا ده يدبون هيجي قال له اسكت هاي احنا نريدها مالك لازم بي انت يقول له المدير العام هذا الوزير مال الصحه يقول له المدير العام يقول له هذا نوت يور جوب مو شغلتك ايش سيدي العزيز المخدرات متفشيه ادويه ما تشتغل متفشيه شو تريد كل شيء تدري انت هسه تقول لي فساد والدنيا العالمي الطبيب طبعا مقيم دوري احنا كنا نكيف انا رحت بالثوره شوادر بال 79 حتى تريننج تعليم اتعلم اكثر هسه الاطباء يجي المقيم تو متخرج كم يوم تداوم يقولوا له مثلا تداوم 4 ايام قال لا عيني انا ادور مستشفى نداوم بها يومين هاش لا هذا طبيب هي اذا دكتور هذا فسد الوسائل الفساد وصل للقضاء هسه انت شوف اسمع القضاء مأساة يعني مدعي عام ماكش انت تدري صار 30 سنه من الاحتلال هسه ما عندنا مدعي عام هسه غير واحد من يطلع عضو مجلس نواب يقول والله انا اخذت رشوه مليون دولار زين وين المدعي العام ما يحكي ما يدزه تعلق انت شنو انت هذا الحكي يا حبيبي احنا ترى لو تريد احكي لك شيء براسك على لان انا احتك فريكشن قريب على كل الناس واسمع مافيات الطب مافيات القضاء مافيات الزواج القضاء ده يقولوا لي يقول الدكتور هاي الارقام الفلكيه اتهمت عليه يطلقوها لك ديت كيف تطلق عزه ليش بنتي تقول مو امي تريد ابويا يريد شكرا الحديث خاف هسه بعدين ترى انا برايي اجيبكم وياي اقول دول ورطوني شكرا دكتور ابراهيم سليمان واسمح لي فقط في دقيقه واحده دكتور وليد بريسم ما هي الحلول من وجهة نظرك؟ يعني الصعب السؤال هذا جدا صعب بدون أن تقام حكومة وطنية حقيقية في العراق تهدف إلى أن تضع تطلعات الشعب العراقي سلامة الشعب العراقي سلامة العراق كبلد أرض هواء ماء وطن شعب إذا لم تتوفر حكومة تنطبق عليها هذه المواصفات مواصفات الحكومة الوطنية يكون همها الشعب فلا حلول في العراق لأن الحلول ما ممكن أن تكون هي عصا موسى يعني لا ما ممكن أن حلول بيئية تنتج بكلمة واحدة أو بجملة واحدة هذه مشاريع يجب أن يعني تقوم عليها فعلا يعني وزارة بيئية حقيقية لها أجهزتها الخاصة وإلها صلاحياتها الخاصة وإلها ميزانيتها التي تليق بها يعني أنا مثلا أنت سألت سؤال بس أعقب هذه ولو نعم تفضل يعني تفضل يعني صراحة رجاء من كل من له ذرة شوية ضمير ويعني لحماية الأجيال القادمة على الأقل أحسنت تدري أنت كارثة إلقاء المضادات الحيوية في الأنهر ماذا ستنتج؟
هذه قنبلة جرثومية بمعنى الكلمة، لأنه هذه إحنا عندنا في البحوث العالمية حاليا تطور المقاومة للبكتيريا، واحدة من أسبابها أنه خروج النفايات سواء النفايات البشرية، يعني الإنسان من يروح تكرم الخروج وماخذ مضادات حيوية تخرج للجو، أو إلقاء المضادات الحيوية في الفضاء يعني في الأرض في الماء في المياه. هذه قنبلة جرثومية موقوتة في داخل العراق، كن على ثقة، لأنه البكتيريا إذا تطورت المقاومة راح. وهذا ما يفسر قتل الثروة السمكية في العراق، وبالتالي طبعاً تؤثر طبعاً بشكل طبعاً كبير طبعاً على صحة الإنسان طبعاً وعلى الأجيال القادمة، ولله المشتكى. شكرا جزيلا دكتور وليد بريسم الطبيب العراقي ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا دكتور إبراهيم سليمان الطبيب العراقي ضيفنا عبر الهاتف. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.